اسمك سنة وبارلكان، إن شاء الله بيكون طبعك حلو مثل وشك. بتمنى أكون بخدمتكم وبخدمة مولانا السلطان دائما، وشرف كبير كون واقفة قدامكم. قال عالجتي الأمير إبراهيم بهداك اليوم وشفيتيه بسرعة، شو عندك مهارات كمان؟ تربت بقصر ياديغار باشا تربية خاصة يا سلطانة، ترقص رقص حلو وصوتها مميز كمان، وبتعرف تقرأ وتكتب يا سلطانة، يعني إذا بتكون واعية بتصير شغلة مهمة. شي ظريف، بيبقى تعلموها كيف تكون مخلصة. جهزيها للمساء، مولانا ما توفق لهلأ بوحدة منيحة وصار له فترة متضايق ومتوتر، فخلوه اليوم يسترخي. والله أنت مرة محظوظة يا صنوبر، السلطانة قسم حبيتك كتير، وأكبر دليل إنه بعتتك فوراً لعند مولانا. سمعت باللي صار مع السلطانة عائشة، عم بيقولوا حرموها من ولادها وحبسوها بقطة. واحدة ما بتجيب ولاد والتانية محبوسة، واضح إنك محظوظة ولهيك استغلي هالفرصة. يلا مولانا اني اجيت. مولانا ما بيقدر يستقبلك هلا يا سلطانه. كلها برا، قلت لبرا، حتى انت اتركونا لحالنا. شو هالجرأة؟ مين انتي لتفوتي لعندي
بدون إذن وبهالطريقة. وعم تسأل مين؟ أنا مين؟ أنا مرتك يا سلطان مراد ولا نسيت؟ اللي كرمالك تخلت عن كل شي ورمت وراها بلدها وأهلها وعائلتها وعرشها وما سألت عن شي كرمالك وما طلبت أي شي منك غير إنك تكون مخلص. وإنت شو عملت؟ تعلقت بوحدة ما صار لك يومين بتعرفها، برأيك هذا اللي بيستاهله؟ طلعي لبرا أحسن ما ارتكب فيكي جريمة. سبق وقلت لك يا مراد، ببقى جنبك بس بشرط ما يكون في وحدة تانية بحياتك. إذا عاملتني مثل بنات الحرم لك ساعتها قسما. قسما شو؟ قولي لي شو رح تعملي؟ شو بعمل؟ والله بهد القصر فوق راسك، مو بس بهد القصر، لا بهد الدنيا كلها فوق راسك يا مراد. وإذا بعرف إنه هالمرة قضيت معها شي ليلة كون واثق إني رح أقتلك. مو مصدقني؟ أنا بعملها وبعدها بموت وكل شي بينتهي. شو اللي عجبك فيها؟ عشقتها يا مراد؟ احكي، سرقت عقلك برأسها وجمال وشها ما هيك؟ شو احكي؟ باريا مو صحيح؟ صبري بلش ينفض لهيك، ما تخليني اجرحك وخليك تندمي على اللي قلتي. وانا ندمانة اصلا لاني صدقت كل كلامك وبقيت معك بالقصر لك، ندمانة انا لاني حبيتك. ندمانة؟ ندمانة جد، ندمانة كتير ندمانة. خليني موتك وريحك من عذابك. ايه موتني بلكي برتاح، موتني وريحني من وجعي، موتني. شو مستني؟ موتني، بدي موت، بدي موت. بعد 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 سلطانة؟ سلطانة أنا آسفة كتير على اللي صار مبارح معكن. سلطانة بس هالشي مو ذنبي. أكيد أنت عم بتنفذي أوامرهم، يعني ما دخلك. سلطانة إيه مزبوط، السلطانة قسم هي اللي بنفسها أمرتني، بس عفواً منك، ليش حضرتك مزعوجة من هيك موقف؟ بالنهاية السلطان مراد حاكم هي الدولة وكل بنات الحرم لك هن انحرموا، وإذا أخذنا وضعك بعين الاعتبار. شو بوضعي؟ ما فهمت. أنا سمعت أنك تعرضتي لحادث أليم وصار من الصعب تجيبي أولاد على أسره، والغاية من وجود الحرم لك أصلاً الحفاظ على النسب، فعاجلاً أو آجلاً رح تكوني مجبورة تتقبلي. شكلها نطرتك ورا الباب مبارح كانت صعبة كتير، أكيد رح تتعودي عليها، لأنه طالما أنا هون بالقصر كلكم مجبورين تنطروا.